بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوح 1981.2. طبعا سوف نتعرف في هذا الدرس على الطريقة التي تعمل بها الأجهزة والشواحن اللاسلكية التي هي موجودة بالمناسبة الحين يعني في المتاجر الصينية. سوف نصنع واحد يعني منها في هذا الفيديو حتى تأخذ فكرة، وسوف نحتاج ويمكن لك بطبيعة الحال من خلال هذه الطريقة أيضا تشغيل الضوء لاسلكيا. سوف نحتاج إلى أشياء بسيطة، بداية بهذا السلك النحاسي الذي يمكن لك شراؤه، وأيضا يمكن لك إزالته مثلا من بعض الراديوات والأجهزة الإلكترونية، يعني فموجود هذا السلك يعني ثمنه بسيط إذا كنت تريد شراؤه، وتجده في المحلات التي تبيع الأجهزة الكهربائية. ثم سوف نحتاج أيضا إلى الليد للتجربة، يعني الليد أبيض أو أي لون تريده، ويعني سوف نحتاج إلى يعني ما يسمى باللغة الإنجليزية ترانسيستور، يعني على ما أعتقد هذا هو اسمه ترانسيستور، يعني الرقم 2N2222. يعني سوف تجده أيضا في المحلات يعني التي تبيع المواد الكهربائية، الأجهزة الكهربائية، فقط قل لا أنا أريد ترانسيستور 2N2222، ثمنه بسيط للغاية 50 سنتيم، يعني قمت بشرائه هنا. ثم سوف نحتاج إلى بطارية أحبابي في الله. حتى لا أطيل، سوف نأخذ في الوهلة الأولى يعني السلك النحاسي، ثم سوف تحتاج أيضا مثلا إلى شيء يعني مدور إن صح التعبير، على أساس إنشاء عليها يعني الدويرة يعني من خلال هذا السلك. الدويرة الأولى لاحظ معي، سوف تأخذ يعني هذا الجزء كما سوف تشاهدون، نقوم بوضعه بهذا الشكل، ثم نعمل، لاحظ معي، نعمل عليه، سوف أقوم بتثبيته، نعمل 12 دورة يعني بهذا الشكل، 1 2 3. الحين عملت حتى 12، مهم جدا. الحين سوف نأخذ يعني هذا السلك كما سوف تشاهدون، نقوم بإنشاء نصف دويرة بهذا الشكل، لاحظ معي نصف دويرة، الحين عندنا الأول والثاني. الحين بعد إنشاء نصف دويرة نشرع مرة أخرى في إنشاء يعني 12 دويرة أخرى أخيرة، يعني بمجموع 24، بالتالي 1 2 إلى غاية 12. طيب الحين عملت 12 دويرة أخرى، الحين سفقط أقوم بقطع هذا الجزء الأخير ليصبح لدينا 3 رؤوس. لاحظ معي، الرأس الأول، الرأس الثاني يعني نصف دويرة، والرأس الأخير. الحين نقوم بإزالة يعني هذا الدويرة من الكرتون الذي قمنا بتدويره عليها. طيب في الأخير أحبابي في الله، بعد إخراج الدويرة نقوم بوضع لاصق هنا يعني في حتى لا يعني تتشتت إن صح التعبير. ولاحظوا معي لدينا الوسط والجانبين، سوف نقوم بوضعهما، ثم نقوم بإنشاء دويرة أخرى، لكن هذه المرة فقط نقوم، لاحظوا معي، نقوم فقط بوضع هذا الجزء هنا كما سوف تشاهدون، ثم نقوم بعمل 24 دويرة كاملة، 1 2 3 إلى غاية 24. طيب الحين عملت 24 دويرة، ركز جيدا، 24، السلك الأخير نقوم بقطعه، يصبح لدينا رأسين فقط، نقوم بإخراج مرة أخرى هذه الدويرة هي الأخرى. طيب الحين قمت بإنشاء دويرة كما سوف تشاهدون، قمت بإخراجها من يعني الكرتون الصغير المدور يعني كما سوف تشاهدون. الحين سوف أخذ فقط يعني الليد كما سوف تشاهدون، أقوم بربط كل واحد يعني بالقطعة يعني كما سوف تشاهدون، الرأس هذا ثم الرأس هذا. الحين ما أحصل يعني على هذا الشكل يعني كما سوف تشاهدون، لاحظ معي هذا هو الشكل الذي حصلت عليه. الجانب المهم الذي أريد يعني أن تقوم بالتركيز عليه أحباب في الله هو هذا. فأولا يجب عليك يعني حكه، يعني حك هذه الرؤوس بأي طريقة لكي تقوم بإزالة هذه الطبقة الخاصة بالكوبري أو النحاس، ثم نفس الشيء بالنسبة هنا ونفس الشيء بالنسبة هنا. ثم عليك أن تركز أحباب في الله في الشيء الذي أريد أن أقوله، وهو يعني أنه ترانسيستور يعني توجد به 3 يعني كما سوف تشاهدون رؤوس. الرأس الأول إذا شاهدتم يعني حرف A، لاحظوا معي إذا شاهدت يعني في ترانسيستور فهناك يعني رأس هنا، فهذا هو الرأس الجانب الأيمن.
ثم الوسط ثم الجانب الأيسر. فحتى تقوم بهذه العملية سوف أعطيك يعني الخريطة كما سوف تشاهدون. فلدينا الحين هنا يعني البطارية في الأعلى الناقص والموجب، ولدينا يعني هذا الذي قمنا بصناعته الحين، ثم لدينا الترانسيستور يعني الذي هو هنا أحباب في الله. بالتالي فهذا الجانب الأيمن الخاص بالترانسيستور كما سوف تشاهد الذي به قطعة هنا سوف يذهب مباشرة إلى السالب الخاص بالبطارية، السالب الخاص بالبطارية. ثم الجانب الوسط الذي هو في الوسط سوف يذهب إلى يعني هذا الرأس أحباب في الله كما سوف تشاهدون هذا الرأس. ثم يعني في الأخير الذي هو يعني في الوسط يعني الموجود هنا كما سوف تشاهدون الموجود هنا الوسط يعني الذي به دويرة سوف يذهب إلى الموجب الخاص بالبطارية كما سوف تشاهدون. ثم تتبقى لدينا الأخير سوف يذهب إلى يعني السلك الثالث الخاص بالترانسيستور أحباب في الله كما سوف تشاهدون. سوف أضع لكم هذه الخريطة حتى تقوم بهذه العملية، وسوف أقوم بالشروع في تركيب هذه الأشياء جميعا. طيب أحباب في الله، الحين بعد أن قمت يعني بربط جميع هذه الكيبلات يعني بنفس الطريقة التي رسمتها هنا يعني فأعتقد أن الرسم واضح جدا، البطارية هنا الترانسيستور يعني السيركولو. الحين سوف أضع لكم بالمناسبة يعني هذا النموذج يعني تحميله. الحين فقط يعني لو أخذت يعني السيركولو الأول يعني الدويرة الأولى التي قمنا بتركيب عليها الليد، ثم قمنا فقط بتقريب يعني السيركولو إلى الآخر يعني الدويرة الأخرى سوف يتم اشتغال يعني الليد أحباب في الله. لاحظوا معي، لاحظوا معي هذا يعني بدون يعني أنا أقوم بلمسه، لاحظوا معي بدون أن أقوم، وكلما قربت أكثر كلما اشتغل يعني الليد أكثر كما سوف تشاهدون. من الزاوية الأخرى يعني سوف أصور لكم يعني من الزاوية الأخرى كما سوف تشاهدون يعني بدون أن يلمسه يشتغل، لاحظوا معي بدون أن يلمسه. والحين يعني جاء دور يعني يعني تشغيل يعني أو شحن الهاتف. بالمناسبة هذا جالاكسي إيجي بلس يعني قولوا لي مبروك. يعني سوف أقوم يعني الحين بشحن الهاتف لاسلكيا أحباب في الله. كيف ذلك؟ سوف أضع الهاتف هنا كما سوف تشاهدون، سوف أضعه بالمناسبة بهذا الشكل، ثم أقوم بتقريب يعني دائما وربطه يعني ربط يعني هذا السلك كما سوف تشاهدون بهذا الآخر، وعليك الانتظار تقريبا 10 ثواني 15 ثانية حتى يبدأ الشحن. سوف أقوم بتقريب يعني تقريبهما، لاحظوا معي الشحن يعني الليد اشتغل الحين. فقط أقوم بوضع عليا سوف أقوم بوضع الهاتف بهذا الشكل وانتظر قليلا. لاحظوا معي أحباب في الله الحين بدأ شحن الهاتف، هذا يبين لك يعني النقطة الحمراء الموجودة هنا. فحتى تتأكد ويتأكد الإخوة سوف أرفعه يعني من هذه الأشياء جميعا. لاحظوا معي تم إزالة الشحن الحين، أقوم بربطه وأنتظر قليلا دائما. لاحظوا معي بدأ الشحن أحباب في الله يعني شاهدتم، أقوم برفعه مرة أخرى يعني تم إزالة الشحن، أقوم بوضعه مرة أخرى، الحين يتم شحن الهاتف لاسلكيا أحباب في الله. أتمنى أن الدرس قد أفادكم. إذا كنت تريد أيضا مشاهدة بعض الدروس التي كنت قد وضعتها لشحن هاتفك بدون كهرباء وباستعمال البطاريات في أي مكان تتواجد فيه، فاضغط على هذان الشرحين اللذان يظهر معك الحين يعني في الصورة. الأول لشحن الهاتف بواسطة يعني الشاحن الخاص بالسيارة، ثم الشرح الآخر على اليسار فهو لشحن الهاتف يعني صناعة يعني شاحن متنقل لهاتفك. لا تنسى دائما زيارتنا على موقعنا هذا الفيديو بونتيكلا5.com، ولما لا صفحة على الفيسبوك facebook.com/1981فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما الجديد الفيديوهات. في أمان الله.